يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا في التصوير الثاني حق الزراعة الخارجية المائية. طبعا هذه اول مرة نسويها زراعة خارجية مائية بطريقة احترافية. قبل ما نبدا نطالع هو ان الزرعة او النبتة تكون داخل الماء ويكون الماء مغطي تقريبا لحد هني زين، او المغذي مع الماء يكون مغطي لحد هني، وكل ما ينزل الماء كل ما تنزل العروش داخل الجذور تنزل داخل. فش تسوي يعني تلحق الغذاء، وهذا الجزء اللي فوق هو اللي ياخذ الاكسجين ويود حق النبتة، لان النبتة تحتاج غذاء واكسجين. تمام؟ هذا مجرد عبارة عن تم وصبل مع الصبغ تمبل، عبيناه غطيناه في هذا حماية من الشمس والحرارة والضوء بعد عشان لا يروح داخل، لأن الضوء إذا راح داخل راح يصير هنا كله طحالب، عشان كذي هذا ما في طحالب. سكرة مرة ثانية إن شاء الله راح نشوف بالنسبة حق الخلطة هذه، راح نقول نسوي لها فيديو ثاني بروحها عشان شو نسوي الكميات، شو الأوزان، إيش كثر يعني كل مادة إيش كثر لما نخلط نسوي المحلول اللي نتبعه. عندنا هنا في المزرعة هذه مثل ما سابق الفيديو السابق، هذول طبعا 10 أنواع، خلي يشوفون كلهم. ايوه يعني 10 أنواع من الطماط زين. هذا مثلا السوبر سويت، هذا مثلا البيك بيف او بيف ستيك، هذا البيك بوي، وهذا البيك بيف، وهذا البيف ستيك او بيف توماتو، يعني 5 أنواع. هني عندنا 6 من هذولي اللي هم كلهم فلفل. الفلفل عندنا 3 كايين و3 هذولي تباسكو، وعندنا هني الفيديان زين. الفيديان هذا نوعين، هذا اللي هو يسمونه اعتقد الاوديسي، وهذا النوع اللي هو البلاك بيوتي زين. فنطالع نلاحظ ان الاوديسي ما شاء الله اكبر ماخذ حجم. هني عندنا الباميه، نوعين باميه، هذه الباميه الحمراء التكساس ريد، وهذه الباميه العاديه زين. 3 ذولي الباميه العاديه الخضراء. وراهم هني نشوف نوعين من نوعين من الكوسه. الكوسه هذه الكوسه الصفراء هذه الوحيده ما شاء الله مطلعه كبار ما شاء الله، الواحد يبي يحط ايده عشان يشوف الحجم ايش كبرها حاليا، توها صار لها تقريبا 4-5 أيام، نشوف ان شاء الله لما تكبر. طبعا الثانيه هذه توها قاعد تطلع صغار كاهم هني زين. اما النوع الثاني هذا اللي هو النوع الكوسه الخضراء هم بعد اللي تطلع ما شاء الله، هذه في واحده هني وفي صغار بعد منها. المشكله في الكوسه والنباتات الكبيره اللي هي مثل شو اسمه الباميه، مشكلتهم انه ياخذون كميه كبيره من التغذيه والماء. ف يعني قبل 4 أيام انا مثلا فارس الماء، الحين مو شيء واحد مثل هذا، شيء هذه نشوف ايش كثر فيها ماء. هذا قبل 4 أيام انا كارس السطل، ما بقى شيء، راح تشرب وايد كميه ماء. باعتقادي ان الحل ان ايش راح نسوي الحين؟ راح نقص من الاوراق عشان تصير التغذيه كلها وجهها حق الثمره حق الثمار، بدال ما تكون وجهها حق الاوراق، لان اشكر فيها اوراق راح تستهلك وايد كميه تغذيه. نشوف هنا عندنا هذه طبعا شيء جديد احنا سويناه، ان الفراوله هذه اصلا فراوله عاديه من السوق،
فيها كان في سماد يعني في أصايص سماد سماد شيلنا السماد منها نظفناهم كلش ترتيب عدل وبعدين حطيناهم داخل المحلول وما شاء الله يعني مبين أثر السماد موجود ولكن الحمد لله رب العالمين الماي والتغذية نظيفة ونشوف يعني حتى بدأت تثمر يعني وفي الفراولة ما شاء الله بدأت تصير يعني فراولة لي هذه مطلعة فراولة بعد هي بعد مطلعة فراولة يعني بدأ يطلع ثمر لأن شلقناها من الأصايص التربة وحطيناها فيها اللي ملاحظ ان الفراولة استهلاكها للتغذية قليل فالماي يعني هم كصالة تقريبا أسبوعين الحين ماكو مشكلة بالمناسبة طبعا احنا لهذا كل الحديقة هذه صار لها من 11 10 من اللي حطينا البذور 11 10 الى 20 كم يوم شهر 5 ايام يعني 36 35 يوم هذه النتيجة الحمد لله زين يعني حتى اسرع وايد من الزراعة العادية انا حطيت نفس الكوسة هذه نفس البامية هذه مكان ثاني في الارض شوف نسبة الانبات ونسبة النمو وايد اقل تقريبا نص سرعة النمو والحمد لله ماشي بشكل عام ان شاء الله يعني بالقريب ان شاء الله اشوف النتائج بعد تقريبا اسبوعين تكون خمر النتيجة ثاني أبي نعرفكم على فريق العمل عندنا المزارعة المساعدة درر هذه حبيبتي هذه أم الزرع وهذا اللي بدأ معاي الزراعة الحفيد القوي زين اللي يدرس عن كل شيء حمود بعد هم حفيدنا وما شاء الله عليهم اثنين ومهتمين وايد بالزراعة وان شاء الله نشوفهم مهندسين زراعيين او مزارعين ناخذ لهم مزرعة مع بعض ها تعال يوم خلينا نصوركم مع بعض كذي كذي الله وهذه المزرعة من اتجاه ثاني وهذول مزارعين الابطال وان شاء الله نشوف نتائج الزراعه المائيه الخارجيه تحدي ها مو مثل الزراعه العاديه ولا مثل الزراعه المائيه داخل هذه تحدي ها وان شاء الله ننجح شكرا شباب